الله بحول الله تعالى 100 درهم سارحوا للفوز بهذا العرض حقيقة اللي هو عرض هائل 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 جدا. الناس اللي ما زاروناش البارح نظرا لظروفهم او لظروف عملهم وكذا الى اخره، اذا فاليوم كنطالب جميع على الثقه ديالكم فينا، وكذلك على ان شاء الله العروض اللي غادي تدار اليوم، فبغينا كل شيء يفوز بها. لاحظ معايا الاخ الكريم الاخت الكريمه، انتم كيف كتشوفوا اليوم كله عروض، اليوم كله عروض، اليوم كله ان شاء الله بحول الله تعالى لي زارتيك اللي هما غادي يكونوا جداد. لاحظ معنا اييه ضروري اسمح لي زين الو وانا زوين الو عليكم السلام هاشوار راني عند حسن فين زكان يلا عارفين فين كاين دخل 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 القادير الله مهبا هذا كنقدو لهم دابا ان شاء الله غادي يكون فيهم عروض زوينه. نعم لا لا هذاك 12 الكبير نمره 16 هذاك 14 100 ايه. واسمعوا اسمعوا اسمعوا السيد اش غايقول لكم والله العظيم الا 26 فرانك باش شريت بالله علاش انا نقدر وكاد تقلع لا 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 والله العظيم الا 26 فرانك باش شريت هذا الهاشور هذا علاش داوي باش توضح الناس الرباط حنا راه دايرين ليه 130 درهم وهاد الناس كيقول لك خصنا مازال الا 26 فرانك باش شريت وكنحلف لك بالله العظيم الا 26 فرانك باش شريت 5200 انتم كتسمعوا السيد قال لك مدينة الرباط خذا هاشور بحال هذا ب 260 درهم 260 درهم راني عايش معاه من الاول كنا نتبع هبه هبه هذا البلاطو فيه ثلاثه داير 3600 درهم بثلاثه 180 درهم كاين كبير وصغير ومويان كبير ومويان وصغير وفي هذه الزواقه هذه اللي كتشوفوها قدامكم ها هي 3600 درهم هذا درنا فيه بروموسيون البارح وغادي نزيدو حتى اليوم ان شاء الله 3600 درهم بثلاثه بثلاثه بهم مالك مخلوعه مخلوعه علاش مخلوعه 180 درهم ثلاثه هذا 3600 درهم هكا كاين انجليز حتى اللي بغى يشوف اللي بغى يعرف اش الماركه هذا الله مرحبا لا الله يكبر بك الله يبارك فيك هانتوما باش نحيي الفلاش تبان لكم تل طبعا باش ما يقول لكش هذاك الدوزيام الاخر بريميان السانكيام كاين اللي كيدوز في الفيتاسات وكيدير فرق في السلعه واخا ما كاينش هانتوما ماد ان انجلاند مانشستر انوكس كيبقى هكا وفيه اربعه ديال الزواقات بحال هكا وهاد السلعه هي جات لي برومو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله تعالى هما هادو حل السي عماد السي عماد حل هل حلوا السلعه هاكا العيالات شوف واحد الكاس ديال الكريستال يلاه غادي نبداو فيها بروموسيون حيدي يا بنتي حيدي ما تصوريش حيدي 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 ما تصوريش الناس لا غير صوري السلعه الناس ما تصوريهمش ارجعوا هنا اللي باغي هاد الكاس هذا ديال الكريستال راه 3400 كيدير هو راه غادي نزيدوه اليوم ب 60 درهم الباكيه سيروا شوفوه حلوا اترديش كدير ربي تنزيس لك السيده رانزيس لك اللي بغى هاد الكاس هذا راه 3400 هو غنبداوه ب 1000 ريال ها هو كيحلوا فيه الدري ها هو كيحطوا فيه الدري دابا حلا حلا ساعة 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 اه 3400 ولكن اليوم راه غادي نديروا ليه نديروا ليه نديروا ليه 60 درهم 1200 هذا 50 درهم 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال وين 6 واللي هو دابا نساو هو هو اللي راه درز من غير قال 60 درهم هذوك البلوط راه غير بالقاسم توفيق عرفتي شنو اللي كنستغرب كنلقى الانتظار ديال 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 الحريفيه قال لك هذوك البلوطوات كيتصداو راهم غير شنو
الناس اللي ما عارفينش يعني فين تتواجدوا، فهذا هو الشارع. كتدخل من هذا الباب كتجي ديري جوج فيوزات بشحال الفيوز 60 درهم الواحد. سلام، امتى غتحلم؟ قلت 12% الكافي دير 12%. وحسن عرفتي شنو هي؟ وحنا غنجي دابا، حنا جايين يلاه العروض ديال اليوم. لا حد هنايا المرضي، والله حد المرضيه كيف كتشوفوا هانتوما. ولا غير كنقلب عليه انا ما عرفت ليه والو. يلا هي كتبكي البكايه مسكينه، ما عرفتش شكون اللي غضبها، غضبانه ما عرفتش شكون اللي قلقها. ها هي لاحظ معنا هادي مبخره نتوما، مبخره بالكريستال. صافي غادي نشوف الا قلتي شي حاجه. هو داك ما قلتيش انا قلت بعدا ناخذ هذه. صافي يلا مبخره بالكريستال هاك. سبعين درهم البطاطا ما تسول الله يرحمه اللي كيجيب هذه. قرت تبقى من المركيه قرا ولا حتى ان شاء الله. يلا غادي نبداو العروض. عندنا دي فيوز وكذلك مبخره. فيوز ومبخره، مبخره هنا ومن التحت هنا فيوز. هانتوما كيف كتشوفوا وكله مخدوم بالكريستال. اذا اليوم كله غادي يدوز في اواني الكريستال. وكذلك كذلك 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 الخشبيات والفضيات. انتم لاحظوا معنا باش ما نهضروش دائما كيف كنقولوا ما نديوش عن فراغ، ولكن اليوم بالجديد ديالو. واليوم غادي نخصوه الناس الكلاس، الناس الرويال، الناس العشاقه ديال هاد السلعه هادي. انت ندري ليه اش كيدير تما صغيره تافلوخ دايره دمي في الميكاغي دايره مستر بيه مدنا كيف طيعه. نعم نعم على مركز 130 درهم عندنا. كذلك هذا البطو هذا اللي هو الديامتر ديالو كبير وكله فضه ومرايه كيف كتشوفوا. يلا الاخوان اللي عجبوا العروض ديال هاد العشيه هادي فبغينا ان شاء الله يدعمنا بلي جادو. بغينا لي جادو اللي عجبته هاد السلعه يعطينا لي جادو ديالو. يلا الاخوان شي زوين ارسل لينا حنا خويا ولا ديروا ان شاء الله بحول الله تعالى وقوته. يلا الاخوان كيف كتلاحظوا معنا باش ما نشدوش الناس اللي على برا. كمل مع الرجل، كمل مع الرجل وعطيه الساعه يديها. لا الساعه حطها هنايا قال لك دار الدراري باش غادي حسن. اي وعرفت اش غادير؟ خرجها على برا وديرها لي في كرتونه وكتب عليها سميتها داو دير الرباط صافي الله يسخن وحطها فشي بلاصه تما وكتب عليها خالص ودير ليه كرتونه راه غتبقى هنا. الا دار في السوشيال راه غيجبدوها على يخلوها ما يخلوهاش. عندنا لكم هذا الهشور هذا هو اللي هو اكورد اوريجينال. هذا الهشور هذا ان شاء الله غادي نديروا ليه 100 درهم. هذا الهشور هذا اليوم غنديروا ليه 100 درهم. هذا الهشور الاخوان الاخوان الحضري اعلام الغايب هذا الهشور هذا ها انتم كيف كتشوفوا غنديروا ليه 100 درهم ان شاء الله بحول الله تعالى. فعروض ديال اليوم راه كاينه في السلع يعني لي كرون لي زارتيكل الكبار كيف كتشوفوا. لاحظ معنا هذا الهشور هذا اللي متعدد الاستعمال فغادي نديروا ليه ان شاء الله. مازال ما عندناش الثمن ديال هذا دابا ان شاء الله غير نتغداو احنا معكم. الله يجازيكم بخير. في غاديين قول مين صبروا علينا 10 دقائق حل السيده تخرج. نعم لله وري الناس الجديد. ها فتاش فتاش تروح تحكي كذا بالكرطه فتاش تروح تحكي فتاش ما كاينش كره اقول او هي تلعب لعب اللعبه تجربه تدخل ما تدخل وحسن وفري مزيكا عرفت تسمعني. او بنا انت بدو نخرج 180 درهم
هذا غادي نتغداو نحلوا البيبان 180 غادي نتغداو دابا نتغداو واحد 10 دقائق ان شاء الله احنا معكم. مرحبا. لا لا اليوم لا. نعم لا لا الكاس 1200 كامل الكاس جميع الشكيله 1200 3600 ما البراد البراد اللي قيس 14 اللي قيس 12 اللي قيس 16 واش كاين سكير غوا 70 درهم هذا هو الرفاهيه بسم الله ماشي مشكل مما يسوري لا رزق هذا سمي بزيز مما يسوري لا رزق مرز نسكي لا 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 هذا كيخدم لاتاي والقهوة. إيه فيها تاي كاع زوين فيها هذا. الرفاهية. كله 70 درهم. كله 70 درهم. نعم 70 درهم. أرين الشكل يضني. هذا ما غاديش يبان لكم في اللايف أكثر ما غادي يبان لكم في الواقع. نقي وزوين. يلا الاخوان جادو لي جادو تبارك الله ما شاء الله عليك اخويا حسن محل روعه تاع نادي شبيك لايف يلا نخليكم تتغداو ونتغداو حتى حنا وندير لكم بث ان شاء الله بحول الله تعالى. اذا هذا الكاس هذا كله ب 60 درهم كيف كتشوفوا الكاس هذا كله ب 60 درهم هو هذا. يلا الاخوان كيف كتلاحظوا معنا اليوم بالجديد ديالو اليوم بالعروض ديالو ان شاء الله فهداك الشيء غادي يدوز غزال وزوين. فمرحبا بالجميع مره اخرى فكنحييكم دائما على الثقه ديالكم والدعم والمسانده ديالكم. اذا بعد لحظات مع بث مباشرين اخر مرفوق ب عده جوائز ان شاء الله بحول الله. تحيه للجميع. انا ما غاديش نجاوبك زكريا الخلادي لان كاينه 837 شخص هنا محترمه ربما انت ما مربيش ما غاديش نجاوبك الاخ الكريم فغادي غير نبلوكيك ونقول لك الله يعاون ان بحالك ما كيشرفناش باش تكون معنا هنا. يلا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يلا الاخوان اذا ها العروض اللي غادي تدير ان شاء الله اليوم هما هادو كيف كتلاحظوا معنا. مرحبا بالجميع وكنتمنى من الجميع قرا معنا هذه الورقه هذه فاللي خدا شي حاجه يقلبها هنايا باش نتجاوزوا القيل والقال ونتجاوزوا يعني بدليك. اذا فهذه كنتمنى من الجميع يقرا مزيان ويقلب السلعه ديالو في يعني في المحل هنا قبل ما يغادر المحل. اذا تحيه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غتسمحوا لينا واحد شويه رانا يعني جاتنا السلعه جاتنا السلعه دابا واحد شويه ان شاء الله نحلوا هاد السلعه اللي غادي نبداوها ان شاء الله بحول الله وندير لكم بث اخر ولايف اخر ان شاء الله. ناس هذيك اللي باغي تسخر ليه توصل معايا في الخاص ونجيب ليه اللي بغى. مرحبا شوبين جروبان مرحبا. السلعه ديما كيجيبوها كل نهار صباح وعشيه. مرحبا بالجميع دائما مع الجديد ودائما مع الاواني الخشبيه التركيه وكذلك الزجاجيه. اذا فكنرحبوا بالصغير والكبير فكنرحبوا باللي عنده اللي ما عندوش فكنرحبوا بالناس البسطاء والفقراء. اذا تحيه للجميع السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه